أعلنت وزارة التجارة عن 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات. التواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة من السيارات الأكثر طلباً في السعودية. منح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً من الوكالات، وخفض نسبة السيارات للموزعين والمعارض. حوكمة الحجز لدى وكالات السيارات بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية. تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي، وذلك للسيارات الأكثر طلباً. تكثيف أعمال التفتيش والرقابة واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ ثابر الفرشوطي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية. حياك الله معنا أستاذ ثامر. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، سعيد بتواجدي معكم اليوم. الله يحييك أستاذ ثامر. خليني بشكل مجمل أسألك تحديدا فيما يتعلق بهذه الإجراءات، لأي مدى ستسهم برأيك في معالجة التأخر في تسليم السيارات لدى الوكلاء؟ أعتقد حتصل إلى مدى كبير جدا. اليوم نحن سعيدين في عمل وزارة التجارة، العمل الدؤوب اللي هي بتكون في حمايتنا احنا كمستهلكين، وايضا تنميه التجاره المحليه والاشراف على الاسواق بالتعاون. ايضا نتحدث مع الهيئه العامه للمنافسه اللي بتكون بدور ايضا لمكافحه كل ممارسات احتكاريه تؤثر على المنافسه ورفاهيتنا كمستهلكين. الحراك اللي قامت في وزاره التجاره خلال الفتره الماضيه بعد ما اثير وبعد البيان الاول اللي اصدرته في التحقيق وفيما يخص احتكار السوق وايضا عدم توفر السيارات بشكل جيد، قامت بالتحقيق واصدرت هذا البيان المكون من 10 فقرات مثل ما ذكرتم في التقرير السابق. هذا الامر راح يساهم على المدى المتحدد القصير القادم في توفير السيارات بشكل مباشر للمستهلكين من لديهم حجوزات تعجيل هذا الامر لمن لديه، وايضا راح يساهم في عدم ارتفاع الاسعار. اليوم اذا انا ابغى سياره لابد انها تتوفر لدي لدى الوكيل بشكل مباشر من الشركه الام، ووزاره التجاره ذكرت انها سوف تتواصل مع الشركات المصنعه لاعطاء الاولويه للسيارات التي لديها استهلاك كبير من قبل المستهلكين السعوديين في توفرها في الاسواق. فبالتالي اذا توفرت كميات كبيره من هذه السيارات ووجود الرقابه الجيده راح نجد خلال الفتره القريبه القادمه اسعار السيارات موجوده بشكل جيد لدى الوكلاء، وايضا لا تتاخر الطلبات، لكن هي مساله وقت حتى يعني تنحل المشكله الحاليه في عدم توفر السيارات بشكل كبير. استاذ ثامر، بس انا بعرج على نقطه ذكرتها قبل شويه وبستدرك عليها، ذكرت انه هيئه المنافسه كان لها دور في هالجانب، وش كان الدور لهيئه المنافسه؟ هيئة المنافسة دورها كبير جدا في نتحدث عن مراقبة الأسواق والتأكد أنه ما في احتكار لأي سلعة. بس الاحتكار موجود، احتكار قلة. لا، إذا احنا تحدثنا عن وجود وكالات للسيارات وتحدثنا عن رقابة وتحدثنا عن دور أيضا المستهلك اللي يقوم بالبلاغ عن أي جانب فيما يخص الاحتكار اللي ممكن هو يشاهده، إما بالبلاغ بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الاتصال على رقم الهيئة العامة للمنافسة اللي هو 800-244-222، وهذا رقم موحد. هذا جانب أيضا لنا مهم جدا، الدور كبير بالنسبة لها في رصد كل المخالفات الاحتكارية. انتم بالنسبة لكم دورهم واضح الهيئة، لكن انا اسال وش دورها تحديدا في هذه القضية؟ يعني لم يمر علي، ويمكن ما مر عليكم انتم الا اذا كان في شيء مؤكد وتاكده لي،
هل كان في أي قرار أو تحرك من هيئة المنافسة تجاه الممارسات اللي بيان وزارة التجارة أكد وجود هذه الممارسات، مكاتب التأجير، المعارض، التلاعب بالأسعار، هذه كلها الجوانب، هل سمعتوا شيء من هالقبيل؟ وصلكم شيء؟ اليوم لما تصدر وزارة التجارة قرار فهي تصدر هذا القرار بالتنسيق أيضا مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للمنافسة، وبعد إصدار هذا القرار مباشرة أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أنها يعني تدعم كل الجهود اللي تقوم بها وزارة التجارة وأيضا الجهات الأخرى ذات العلاقة في وضع حلول الممارسات. راح تشتغل الفترة القادمة الهيئة العامة للمنافسة يد جانب وزارة التجارة في هذا الجانب وأيضا مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة فيما يخص السيارات وغيرها، يعني حتى المرور والجهات الأخرى سوف تشارك في هذا الجانب. فهو تكامل حكومي لدينا في المملكة، كل يقوم بدوره بشكل كامل، لكن نرجع نقول مثل ما الحكومة بتعمل لابد أن يكون لدينا نحن كمواطنين وعي في الإبلاغ عن كل أمر نرى موجود في مربوط المنافسة أو أيضا البلاغات التجارية أو أي تحدي تجاري، عندنا تطبيق بلاغ تجاري وغيرها، لابد أن نحن نستخدم وزارة التجارة بالكاف أيضا كل مواطن أو مقيم يبلغ عن أي احتكار موجود أو عفوا عن أي حالة غش ممكن أيضا تجاري بنسبة 25% من قيمة هذا، فالدعم موجود. طيب انا بسالك عن جزئيه يمكن جاءت في 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 ثنايا البيان اللي صدر من وزاره التجاره وهي منح المستهلكين الاولويه، حوكمه الطلبات. صحيح انه البيان ذكر انه سيتم تكثيف الرقابه بشكل او باخر على الوكلاء والموزعين وغيره، لكن كيف نضمن انه هذه القرارات بالفعل ستطبق على ارض الواقع وستمتثل لها الوكالات؟ عندما يكون في رقابه وفي متابعه وفي مستهلك ايضا يقوم بدور مساند، هنا راح نضمن باذن الله تعالى تحقيق كل المستهدفات. اليوم يمكن ذكرنا قبل شويه جانب الهيئه العامه للمنافسه، العقوبات اذا صار في احتكار وكان احتكار واضح تصل 10% من المبيعات السنويه في غرامات او 10 ملايين ريال ايضا او 3 أضعاف الارباح اللي هي بتحققها من خلال المخالفات. دور وزاره التجاره هو دور عظيم جدا، الاسواق كبيره في المملكه العربيه السعوديه، اعداد المفتشين لا يمكن انه الاعتماد 100% على المفتشين، لابد انه نرجع لو تلاحظ انا كل شويه اذكر نحن كمواطنين، لانه هو التكامل بيننا كافراد كمقيمين كمواطنين وايضا الجهات الحكوميه، نعمل التكامل في اي مخالفات احنا نراها مهما كان نوع المخالفات نبلغ ونقوم بهذا الدور المهم في حمايه حقوقنا كمستهلكين قبل اي اخر. فهذا امر مهم جدا. شكرا جزيلا لك الاستاذ ثامر الفرشوطي نائب رئيس اللجنه التنفيذيه الوطنيه لرياده الاعمال باتحاد الغرف السعوديه.